السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب برايمري 4، أهلا وسهلا بكم. With you Mr. محمد النادي. Today إن شاء الله we'll complete Unit 9 Concept 2 Comparing Fractions. Lesson 8 Like Denominators and Numerators. حبيبي الليسون دوت ليسون جميل جدا وسهل جدا ومش أول مرة نتكلم عنه، كنا خدناه قبل كده واشتغلنا فيه زمان في برايمري 3. كل الفكرة كلها إن أنت محتاج تركز إن الليسون عندنا يا ترى فيه like denominators or like numerators. طيب تعالوا مثلا for example the first question 2 over 3 and 1 over 3، يا ترى مين فيهم يا مستر الجريتست؟ هنتفق اتفاق، لو احنا يا مستر معانا like denominator the same denominator هنا وهنا أقول له تمام، ده كده اسمه normal fraction. اسمه ايه؟ normal fraction، fraction عادي خالص اللي هو البروبر fraction الطبيعي. طب وبعدين يا مستر لو هو بالشكل دوت اللي هو normal fraction اللي هو denominator at the same، بروح للنوميريتور اسأله which number is the greatest، يا ترى ال 2 ولا ال 1؟ فأقول له ال 2 على طول هي الايه؟ greatest. The second one 5 over 12 و 6 over 12، بنتأكد ان هو normal ولا مش normal؟ normal يا مستر، لان 12 here and here at the same. اقول له تمام، طب مين الجريتست ال 5 or 6؟ طبعا ال 6 هي greatest. The next one 7 and 7 at the same، يبقى normal fraction، يبقى معانا 4 ومعانا 5، مين الجريتست؟ اكيد ال 5 over 4. طب ازاي يا مستر؟ قال لي لو احنا معانا اي حاجه وعملناها cutting into 7 parts 1 2 3 4 5 6 وكمان نعم 7 ومعانا هنا نفس الكلام دوت في 7 parts خدنا منهم يا مستر ده 5 وده 4، اكيد هنا لما هعمل coloring لل 5 parts هيكون اكتر من coloring لل 4 parts اللي هنا، فعشان كده بقول ان normal fraction here is 7 and 7 as the same. اقول له خلاص بنبدأ نعمل counting لل numbers up ونبدأ نشوف مين فيهم greatest. letter D normal fraction 8 at the same of 8، but which one is the greatest 5 or 3؟ طبعا ال 5 is the greatest. the next one 10 over 11 and 11 over 11 11 here and here as the same، يبقى ال 11 greater than 10. letter F 1 over 4 and 3 over 4 ال 4 here and here at the same، يا ترى مين الجريتست 3 over 4 ولا 1 over 4؟ طبعا 3 over 4 هي الجريتست. letter G 1 over 10 and 5 over 10، ايوه يا مستر normal fraction so 5 is the greatest. letter H 9 and 9 at the same so 4 greater than 2. letter I 8 and 8 at the same so 8 in the numerator greater than 6. letter G 1 over 5 and 1 over 14، ايه ده يا مستر الحق، ده في حاجة حصل لها change، ده ال 1 اللي في النوميريتور هم السيم، طب وده ينفع؟ هو ده كده normal fraction؟ أقول له لأ ده مش normal، بنسميه إيه بقى؟ نسميه crazy fraction. ليه؟ لأن مش الطبيعي يبقى النمبر اللي فوق هم اللي زي بعض، إحنا متعودين إن دايما النمبر اللي في الدينومينيتور هم اللي يكونوا as the same. طب نعمل إيه يا مستر؟ نيجي ساعتها نقول ان ال5 اللي في النوميريت دينومينيتور وال14 اللي في الدينومينيتور مين فيهم الكبير؟ اقول له ال14، اقول له لا هنا بقى بنقول صغير يبقى كبير، كبير becomes small، greatest becomes big، greatest becomes small and small becomes big، ساعتها هتكون ال5 هي ال greatest. طب 2 over 2 and 2 over 7 normal fraction؟ اقول له لا دي مش normal. ليه؟ لان النمبر اب as the same. طب مين الجريتست 2 ولا 7؟ اقول له لا ال 2 is the greatest. اوكي the last one here 3 over 6 and 3 over 4، يا ترى مين فيهم الجريتست؟ اقول له طبعا ال 3 over 4 لان ديت it's not normal fraction، دي مش normal يا مستر لان النوميريتور هم اللي زي بعض. يبقى نركز يا ولاد، انا عندي الدينومينيتور لو زي بعض يبقى كويشن عادي خالص ونحله عادي خالص، اما لو الدينومينيتور مختلفين والنوميريتور اللي زي بعض بس هتنعملها زي ما اتفقنا. question number 2 circle the correct fraction. طبعا question choose ده وارد حبايبي كمان يجي لنا في الاكزام،
ممكن يجي لك تشوز فراكشن زي كده ويقول لك مثلا لايك ان 2 اوفر 4 جريتر ذان وات. عاوزين نعرف ال 2 اوفر 4 دي جريتر ذان اكبر من اني فراكشن من الموجودين عندنا في التشوز. اقول له تمام. يبقى اول حاجه ابص عليه اما نلاقي سيم دينومينيتور زي الفور ديت عشان اشوف مين فيهم. فقال لو رحنا للتشوز ولا واحده فيهم عندها في 4 في الدينومينيتور، اقول له خلاص ده كده مش هيكون نورمال فراكشن. يعني ايه يا مستر مش هيكون نورمال فراكشن؟ يعني هيكون ال 2 اب از ذا سيم. يبقى انا بدور داون اي نمبر عشان يبقى سمول، يبقى لازم النمبر هنا يكون بيج. احنا قلنا هو جريتست بيكمز سمول والسمول بيكمز ايه؟ بيج. يبقى عشان نلاقي فراكشن سمولر ذان ال 2 اوفر 4 يبقى اكيد الدينومينيتور بتاعه لازم يكون بيج، يكون كبير. يبقى عشان كده اخترنا ال 5 هي اكبر من ال 4 فبتخلي الفراكشن كله يبقى صغير. اللي بعده 1 over 5 is smaller than mean. يا ترى ال 1 over 5 اصغر من ال 1 over 6؟ اقول له لا، لان لو ال 1 فوق زي بعض ساعتها هتكون ال 5 small فتكون هي ال greatest fraction. طب ال 1 over 5 اصغر من ال 1 over 8؟ اقول له برضه لا، لان ال 1 over 8 هي اللي اصغر، لان دوت مش normal fraction. اللي فوق زي بعض فالصغير هيبقى كبير، يبقى اكيد ال 1 over 5 is smaller than ال 1 over 4. The next 3 over 7 يا ترى اكبر من مين في الفراكشنز ديت؟ اقول له 3 over 7 greater than 3 over 8 ولا 3 over 3 ولا 3 over 6. ها اكبر من مين؟ على طول هتبقى اكبر من 3 over 8، لان لما دخل هنا 3 over 8 اقول له 3 زي 3 ودوت مش نورمال، يبقى اكيد ال 7 هتبقى اكبر من ال 8 لان ديت crazy fraction مش نورمال fraction عاديه. اوكي تمام. letter D 4 over 6 greater than mean يا مستر؟ ها 4 over 5 ولا 4 over 4 ولا 4 over 9؟ اقول له تبقى greater than 4 over 9. ليه يا مستر؟ لان ديت مش normal fraction فده معناها ان ال 6 يكون greater than 9. خلي بالك يا حبيبي مقصود مش ان ال 6 اكبر من 9، لا، ال 6 اللي هي اللي small خلت الفراكشن نفسه يكون هو البيج، خلت الفراكشن نفسه هو الايه؟ البيج، لان ال 6 دي واقفه في ال denominators. اوكي؟ طيب اللي بعدها letter E 5 over 10 is smaller than mean 5 over 8 ولا 5 over 11 ولا 5 over 15؟ فأقول له على طول هتكون 5 over 8. The next one which fraction here greater than 6 over 7؟ يا ترى 6 over 8 ولا 6 over 6 ولا 6 over 9؟ أنا هقول لكم حاجة، أنا هسيب لكم بقى الكويستشن دوت أنتوا تحلوه وتكتبوا لي الأنسر في الكومنتس تحت. تكتبوا لي النمبر بتاع الكويستشن وتقولي لي الانسر اني واحده فيهم يا ترى 6 اوفر 8 ولا 6 6 ولا 6 9، which one is greater than 6 اوفر 7. order the following fraction in an ascending order. او ascending يعني ايه يا مستر؟ يعني من السمولست تو ذا جريتست. اقول له تمام. نروح للفراكشن هنلاقيهم كلهم عندهم سيم دينومينيتور. اقول له تمام، طالما كلهم سيم دينومينيتور يبقى ادي النمبرز اهي كلهم عندهم نفس ال 5 وعاوز ascending so from the smallest to the greatest. يبقى الصغير عندنا مين؟ اكيد 1، بعدها 2، بعدها 3، بعدين ال 4. طب letter B ها 3 over 6 2 over 6 5 over 6 1 over 6 4 over 6. اقول له يا مستر كلهم عندهم the same 6. اقول له يلا نعمل لها الاوردر from the smallest. so start first with 1 then 2 then 3 then 4 then 5. next order the following fraction in a descending from the greatest to the smallest. okay طيب اهو the same denominator as the same 7. اقول له يا مستر ادي 7 هنا اهي كلهم عندهم 7 7 7. اقول له تمام. بقت 3 over 7 1 over 7 5 over 7 4 over 7 so the greatest is 5 then 4 then 3 then 1 over 7. طيب معنا 2 over 11 5 over 11 7 over 11 4 over 11 3 over 11 so start from the greatest. يلا مين فيهم greatest؟ اقول له 7 over 11 then 5 over 11 then 4 then 3 then
2 over 11. يبقى احنا كده حبايبي بدأنا نعمل الاوردر. طيب خلي بالنا ممكن تاني يجي لنا كويستشن بس بشكل تاني، يقول لي كده لو احنا معانا 1 over 5 1 over 4 1 over 6 1 over 3 وطلب مننا نعمل لهم order in a descending، اقول له خلي بالك بقى هنا يا مستر وانت بتعمل لهم descending المره دي معانا مين؟ معانا ال1 اللي في النمريتور، فاقول له اه طالما انت عاوز من الكبير للصغير ده مش normal fraction، ده النمريتور فوق هما اللي زي بعض، فاقول له الصغير هيبقى كبير والكبير يبقى ايه؟ صغير. greatest becomes small and small becomes the greatest. اوكي يبقى ما اقول مين فيهم الجريتست، اقول له ال1 over 3 is the greatest then 1 over 4 then 1 over 5 then 1 over 6، لان يعني خلاص اتعلمنا ان ال1 over 3 هتكون اكبر من ال1 over 6. كده حبايبي نكون خلصنا lesson 8 ازاي نعمل order between the fraction، ازاي نعمل comparing between the two fractions. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video with a new lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.